إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع باب جديد من تبويبات الإمام النووي، نعيش مع باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. عورات المسلمين هي الأخطاء التي تظهر من المسلم، لأنه بشر سوف يخطئ وتقع منه أخطاء، وهذه الأخطاء متفاوتة، قد تصل إلى درجة الحرمة، قد تصل إلى درجة الكراهة، قد تصل إلى خوارم المروءة، لكنها أخطاء في النهاية. فالذي يحب أن يشهر هذه العورات ويشهر هذه الأخطاء فهذا شخص مذنب أقل ما يقال. والأدهى والأمر أن بعض الناس هو يشهر عورته ويشهر خطأه ويشهر معصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا بنا نعيش مع هذه التبويبات، نسمع. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني يظهر فيهم هذه الأخطاء، سواء كانت ذنوب أو مكروهات أو أشياء مستقبحة أو خوارم مروءة، يحبون أن تظهر، فهو يدخل في قلبه السرور، أو يحب على الأقل، يميل بقلبه عندما يرى في المسلمين هذه الأخطاء، فهو يفرح لمصائب المسلمين. وهذه الصفة من صفات المنافقين، وبالتالي من تشبه بهم فهذا متشبه بالمنافقين وهو عاصي لله عز وجل. حتى لو كان يعمل هذا الخطأ فهو يكره أن يكون بين المسلمين، فمثلا إذا دخن فهو يكره أن يكون بين المسلمين التدخين، كان قاطع رحم فهو يكره أن يكون بين المسلمين قطيعة رحم، هذا صفات المؤمن. بل حتى المكروهات مثل البنطال أقل ما يقال، هو يكره أن يكون بين المسلمين لبس البنطال، وبعض الصور تكون واجبة، أي ترك البنطال وحرمة لبسه. لست بصدد تفصيل حكم لبس البنطال الآن، لكنه يكره أي خطأ، خوارم المروءة، الأشياء التي تقلل هيبة المسلمين، يكره أن تكون في المسلمين هيبة المسلمين، مثل بعض الأشياء والسلوكيات التي تقلل من هيبة الشخص، مثل بعض الألعاب يقولون رياضية لكنها ينعكس عليها
تقليل هيبة الشخص أمام الناس، لأنها لا تسلك السلوك السوي. وبعض الأشياء مثل بعض الألوان يلبسها، فهذا يقلل هيبته أمام الناس. نحن لا نقول حرام، لبس نص الكم أمام الناس ليس بحرام، لكن يقلل هيبة الشخص أمام الناس. تصور خطيب جمعة يظهر لابس نص كم، فهذا يقلل هيبته. فكيف يسلك هذا السلوك كأنه طالع من غرفة نوم لابس نص الكم؟ أشياء كثيرة في حياتنا. بعض العلماء كانوا يقولون من يركب الحمار، من يركب الحمار فهذا يقلل هيبته. شو هذا الصوت؟ فكتب أبو شامة كتابا سماه من ركب الحمار من العلماء، أنه لا صلة له بخوارم المروءة ولا بالهيبة، أن هذا قدرات هذا العالم أن يركب هذا إيش الحمار. فصور كثيرة من في زماننا مثل تقلل هيبة الشخص، لا يصلح. أنت طالب علم تدرس الناس، تخطف الناس، أن يكون هناك عندك سلوكيات وأفعال تنزل مكانتك أمام الناس، كثرة الضحك، أنه مش حرام، لكن أن تكثر الضحك أمام الناس فهذا يقلل من هيبتك. لا، هذا محرمات لو سمحت، يعني هذه أشياء محرمات كبائر لا نخوض فيها، نتكلم عن أشياء ليست بحرام، لكن يترتب عليها إيش؟ تقليل الهيبة بين الناس. مثلا عالم كما ذكرنا سابقا أكل البوظة حلال، لكن يأكل بوظة أمام الناس فهذا يقلل هيبته. طبعا هي درجات، هذه تقليل الهيبة درجات ليست كلها على مستوى واحد. يلعب في الشارع كرة قدم حرام يا شيخ؟ مش حرام، بس أنت خطيب جمعة أو إمام مسجد أو طالب علم تدرس الناس، ما بنفع تلعب في الشارع كرة. على كل حال الكلام في خوارم المروءة كلام يعني فقط يستفيد منه أهل الديانة والاستقامة والدعاء الحقيقيين. كان سابقا عامة الناس إذا كان أستاذ مدرسة لا يفعل هذه الأفعال أمام الناس حتى لا تقل هيبته، لا تقل هيبته أمام الطلاب، حتى تبقى هيبة المدرس في نفوس الطلاب. فكان المدرس إذا مشى في الشارع بسبب أنه يحتاط، معناه بشر كحال البشر، فكثير من الطلاب يهربون من أمامه، له هيبة. هذا في أمور الدنيا، فاحرص على الهيبة، أن تترك بعض المندوبات مثل أن تكون حاسر الرأس، يعني لا تغطي رأسك، يعني مش حرام. شو يترتب عليه؟ تقليل الهيبة أمام الناس، هكذا. فبالتالي الأصل هذه الأخطاء سواء محرمات، مكروهات، تقلل هيبة، خوارم المروءة، أن نحرص أن ترفع بين المسلمين. وبالتالي الدعاة يحتاجون إلى دروس. من سيوجههم؟ هم يصعدوا المنابر، خلاص العوام يعتبرونهم شيء كثير فلا ينصحونهم، من سينصح هذا؟ هذا يحتاج إلى دروس أكثر من غيره. فالواعظ والمدرس
وأتكلم عن نفسي، أنا بحاجة إلى دروس أيضا، والشيخ مشهور بحاجة إلى دروس، والشيخ الألباني كان بحاجة إلى دروس. فبالتالي متى وجدت من يدرس؟ طلب العلم فريضة مستمر، إلى متى؟ إلى يوم القيامة. فمتى رأيت من هو أعلم منك حاول أن تستفيد منه. زرت الشيخ مشهور قبل أيام مع بعض المحققين وما شابه، فقدم لنا هدايا كتب، فقال للجالسين: كم أتمنى إذا ظهرت عندكم ملاحظات على هذه الكتب أن تقدموها لي. هذا طلب علم، يقبل من إخوانه ملاحظات. شيخنا علي الحلبي كثيرا عندما كنت أدخل أزوره كان يقول: اقرأ هذه الورقات إذا كان عندك ملاحظة. معناه لا ترتيب بيني وبينه، لكنه يستفيد، يحاول أن يتعلم، مع أنه أنا تلميذ عنده، لكن لا، يستفيد من الجميع. كما قالوا: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. على كل حال اتضح معنى الفاحشة، أي شيء مستقبح، أعظمها الشرك، ثم المحرمات، ثم تأتي المكروهات، ثم تأتي تقليل هيبة الدعاء والوعاظ والقدوة. يا زلمة كل الشيوخ عاطلين هكذا، هذه الكلمة تعبوا عليها كثيرا حتى يزرعونها في نفوس الناس. يا أخي كل الشيوخ هذولا، يا أخي ما فيش منهم واحد، لا كيف؟ هذه الكلمة كم تعبوا عليها حتى لا يظهر عندهم استقامة من الناس. هذول المختمرات يا رجل الله عافينا منهم، إيه؟ تعبوا كثيرا حتى يسيئوا لمن تغطي على وجهه، حتى لا تتشجع أي فتاة لإغطاء الوجه، حتى لا يشجع أي شاب لكي يصبح طالب علم، أو على الأقل يطلق لحيته ويكون عنده استقامة. فهذه الفاحشة، نسمع الحديث. أيوة، ماذا نحن مطالبون عند رؤية هذه الأخطاء؟ الستر والنصيحة. طبعا الخطأ الظاهر واحد بدخن أمام الناس، هذا هو يفضح نفسه، ومع ذلك نحن مطالبون معه بالنصيحة. وبعض المكروهات، حتى لو وجدت طالب علم يعني هناك تقليل من هيبته أمام الناس، يا أخي لا تلعب كرة في الشارع قدام الرايح والجاي، روح العب في مكان مزوي، لا تقلل هيبتك، لا تلبس نص كم قدام الرايح والجاي، هيبتك بتنزل، لا تقارن نفسك بالعوام، طالب علم. كلنا بحاجة، فإيش الحل؟ الستر والنصيحة، ما استطعنا. نعم، أيوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. إلا ستره الله يوم القيامة، انظر المكافأة من الله أن تستر يوم القيامة. من منا ليس عنده ذنوب وأخطاء ومكروهات وخوارم مروءة و لكنك تكافئ يوم القيامة بالستر. نعم، أيوة. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. عنه ما عندك؟ وعنه عن لا يا أحمد، يا أحمد عنه، نعم. كلمة عنه ما عندك؟ لا لا مش موجودة شيء. هاي الطبعات التجارية. يكشف ستر الله عنه. هنا ملاحظة، وهي هذه الأخطاء إن وقعت بها فلا تظهرها أمام الناس. ما هي سلبية أن تظهر الأخطاء بين الناس، سواء حرام، مكروه، خوارم مروءة؟ واحد،
أن يسبب موت القلب عند الناس. اثنين، تشجعهم على هذا الخطأ. ثلاث، يموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور الثلاثة هي من مساوئ المجاهرة بهذه الأخطاء. فشيء مهم لا تظهر هذه الأخطاء. فعندما يموت قلبي أحلق لحيتي والعياذ بالله، هذا إظهار للمعصية. ماذا يتسبب؟ يموت قلب الناس، خلاص بصيروا يرون الناس بكثرة يحلقون لحاهم، فيصبح شيء معتاد. بل حتى أن بعض العوام يردد كلمة مرفوضة، فلان شيخ ولا عادي؟ لا، ما هو الشيخ هو العادي، لأنه هو الأصل. أنت الأصل تقول شيخ ولا مش عادي؟ الشيخ هو العادي، مرفوضة هاي الكلمة. شيخ ولا عادي؟ لا يا أخي، ما هو الشيخ هو العادي، واللي بالشيخ هو اللي مش عادي. فإذا هذا يسبب الشيء الأول، موت القلب، أنه مصير شيء معتاد. وكما قيل، كثرة الإمساس تميت الإحساس، فيصبح عادي الشيخ يلبس نصكم، حاسر الرأس، يلعب كرة في الشوارع، يوكل بوزة قدام الرايع والجاي. معناها مش حرام، لكن شو مالها؟ خوارم مروءة. وبنبطل احنا ننصح بعض. ليش ننصح بعض؟ صارت امور مشتهرة ومنتشرة بين الناس. هذا هو اللي حذر منه الشر بالمجاهرة بهذه الاخطاء. الدخان اصبحت لا تستطيع. زرت احد الجيران في العيد، فدعي الجيران الاخرون، أو دع الجيران الآخرين. فالمفاجأة، أول واحد أشعل سيجارة، فقلت الله يعافيك يا فلان وكذا، ويجي فبلش بده يناقشني إنه هذا أنا الدخان أنا برتاح عليه. فقلت له الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر، ولا الثاني راح ولع السيجارة. إيه، أقوم؟ طب ما احنا مقصد الزيارة والتواصل، لا حول ولا قوة. فقام الثالث وولع السيجارة، طلعوا الثلاثة من المدخنين. طبعا أهل العلم في مثل هذه الصورة يعملوا المصالح والمفاسد. إذا قمت شو راح يترتب؟ ممكن قطيعة. أنت جاي تزورنا ولا جاي تقاطعنا؟ اتكلمت، ذكرتهم، أثرت مواضيع دينية، هذا الواجب عليك، سويته مع تقصيرنا طبعا، أستغفر الله وأتوب إليه. لكن هذا هو المسمى، المجاهرة بالمعصية. أصبح المجاهرة بالمعصية شيء شماله تعتاده. فواحد، تموت القلوب. اثنين، لم يعد هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. طيب اسمع اللي بعده. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. طبعا لا يثرب، يعني لا يوبخ، لا يصرخ، لا. لكن هنا النقطة في النهاية، هذه التي كررت، يعني لا تأسف عليها. يعني شخص يؤذيك، سامحه. عود أذاك كمان مرة، سامحه. ثالث مرة، تصل إلى مرحلة لا تقاطعه، لكن لا تأسف عليه. هذا أذى شماله مستمر. شخص
يعني قبل فترة، قبل أكثر من سنة، تكلمت أنا في أحد المقاطع إنه امرأة ممثلة بعدما أكرمها الله بالتوبة، مش فقط توبة وأصبحت تلبس النقاب وتحفظ القرآن، مش كل القرآن، أو تحفظ من القرآن وتدرس في بعض مراكز التحفيظ في غير ديار الإسلام، وتزوجت وأجاها ذرية وكذا شوي، واللي بعد ما صار عمره فوق 40 يا جماعة تتطلق من زوجها وترجع إلى التمثيل. فكان يعني حقيقة شيء، طبعا طلعوا الدعاة ينصحوها على الملأ يرحمك الله، والمخاص والعام وكذا، ارجع إلى الله، ما ضلش العمر، شو عمرك 40 سنة. ورجعت تمثل وأفلام وأغاني وأبصر إيش من هالكلام الفاضي والمحرم. فقبل أكم من يوم راجعة تحكي، أنا ما حدا يعرض أفلامي، إحنا العشر من ذي الحجة، لازم الواحد يتوب إلى الله في هاي الأيام ليش يظهر المعاصي. انظر، هذا بينها وبين ربها، لكن إن تابت فمن الأخطاء أن تعظم توبتها، لأنه يخشى أنها إيش ترجع كمان مرة. فانتابت بينها وبين ربها، نسأل الله أن يتقبلها. بس اللي بيغلط الدعاء إنهم بعظموا حال هؤلاء الشخص الأشخاص. نسمع البادية. أيوة. وعنه قال: أتى النبي صلى الله أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. طبعا الحديث الآخر: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. وكتب طبعا الشيخ أحمد شاكر كتابا سماه كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. شو بنستفيد من هذا؟ إنه الاستمرار، الاستمرار بالمعصية تصل إلى مرحلة القطيعة والترك. فهذا هو حاله، أنه مستمر. لا، معك فرصة توب، نعم، مرة ومرتين وثلاث وأربعة، طب بعدين؟ فاقتلوه. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعينوا عليه الشيطان. طبعا في حديث آخر: كم يؤتى بهذا إلى رسول الله؟ فقال بعض العلماء: هذا دليل على أنه ليس كل شارب للرابع يقتل، وإنما مرجع إلى الإمام، فهو الحكم في المسألة. نعم، ننتقل إلى موضوع قضاء حوائج المسلمين. قضاء حوائج المسلمين قربة تتقرب بها إلى الله بما تستطيع. أعظم حاجة تقضي بها حوائج المسلمين تعليم الناس، لأنك ترث منهاج النبوة، وهذا أعظم شيء، لأن ما عندك قدرة. طبعا الناس قدرات، بماذا تستطيع؟ تعليم الناس درجات، فمنا من يستطيع أن يدرس خاصة طلبة العلم، فهذا لا ينشغل بعامة الناس ولا ينشغل بأشياء تشغله عن تدريس الخاصة. من سيدرس هؤلاء الخاصة؟ لا يوجد أحد يسد عنه. هناك ما عنده قدرة يدرس الخاصة، يدرس عامة الناس، فهذا أعظم شيء تتقرب به إلى الله، لكن تحتاج إلى إعداد عدة. وما تقول: يا شيخ ما فيش حد، اضطرينا نطلع. لما بدك تعب تتعب أنت، تحتاج إلى تعب.
حتى تصلح أن تدرس الناس وتعلمهم وتتكلم فيهم، تحتاج إلى تعب. فنسأل الله أن نكون نحن وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. الأمر الثاني أنه من لم يستطع أو ما عنده قدرات فأعن على تعليم الناس، هيئ مكان. يعني استقبلني أحدهم قبل أيام، قبل العيد، واستقبلنا في بيته ودعا الإخوة وفتح تسجيل وسجلنا مقاطع على الفيديو وتسبب في نشر العلم. ولم يدرس لكنه أعان على نشر العلم. فإن لم تدرس فساعد في نشر العلم. لا تستطيع، هناك صور كثيرة تستطيع أن تنفع الناس، لكن احذر أن تنشغل بالمفضول عن الفاضل. فكما ينسب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره من العلماء أن تلاميذه انشغلوا بالصدقات، جمع الصدقات وتوزيعها على الناس، فقال أحسنتم ولكن ليس لهذا أعددتكم. هذا في ناس بيسد عنك توزيع الصدقات، أما أنت ما تقوم به لا يسد غيرك عنك. فاسأل نفسك أين أنت من نفع الناس. وبعض الناس سبحان الله مسخر للصلح بين المتخاصمين، وهناك من يأتي للإصلاح بين المتخاصمين فيزيد الأمور مشاكل. يعني بكون بينهم الفج والشبر فيتدخل فتصبح ايش؟ ذراعا، تصبح باعا، لا يصلح، وهو يظن نفسه يحسن صنعا. كمن يتجرأ ويتكلم في الناس وهو ليس اهلا. لا، تحتاج الى اعداد وده. فقضاء حوائج الناس له صور كثيرة، تستطيع أن تقضي حوائج الناس بما تستطيع، والأصل أن تستمر حتى تنتهي هذه الحاجة، لا أن تكون في نصف الطريق ثم بعد ذلك ترفع يدك عنه. وهذا حقيقة فيما يتعلق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنك في طريق الدعوة إلى الله سوف تجد من كنت تعتمد عليه في الدعوة إلى الله يرفع يديه عنك. فلا يضرك من خذلك فتستمر. نعم، نسمع الآن. أيوة. باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، الخير الألف واللام دخلت على الاسم المفرد فأفادت إيش؟ العموم، أي افعلوا كل الخير. فأي شيء تستطيع أن تقدم خيرا فافعله، أي شيء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة منك. في الصوت أحمد. أحمد. طيب، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انظر، أولا قال المسلم أخو المسلم، يعني أقوى رابطة بين البشر هي الإخوة. فالذي لا خير مع إخوته أشقائه لا خير فيه. أقوى رابطة إيش؟ الإخوة. لذا قال المسلم أخو المسلم، يعني شبه أقوى رابطة بين البشر هي المسلم
يعامل الشخص الآخر بمثلها. فنرى بعض الإخوة متخاصمين أو متخاصمون، نراهم متخاصمين، فبالتالي هؤلاء المتخاصمون خير لهم أن يتوبوا إلى الله. ورأس مال هذه المسألة أن تمشي لأخيك ما هو يقع فيه من الأخطاء بما لا يخالف شرع الله بالسلوكيات، فلا تعلق على أفعاله ولا سلوكياته ولا تمشي. وهذا هو رأس مال الترابط. الأمر الآخر، كان الله في حاجته، أي كان الله يقضي حاجته يوم القيامة. أعظم مكان وقت تطلب منه قضاء الحاجة هو يوم القيامة. طيب الكربة هو الوقت شماله الذي فيه عسرة، ففرج الكربة عن المسلمين وانظر ماذا ستكافأ. طب كيف تعرف أن المسلمين عندهم كربة؟ بالمعايشة. فالذي يجلس في بيته أو في مكتبته ولا يعايش الناس كيف يعرف أن فلانا في كربة؟ قد لا يعرف جاره أنه في كربة. فبالتالي هذه دعوة إلى معايشة الناس، وإلا لن تحصل هذا الشيء. نعم، أيوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى. أن ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يا أحمد. نعم. ومن سلك طريقا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انظر، ومن يسر على معسر، تيسير على المعسر بأن ما يسمى بلغة العصر بجدولة الديون. فلك على شخص 1000 دينار وموعدها آخر الشهر، فجاء آخر الشهر لا يوجد، كيف تيسر؟ تقسطها له، البنك يزيد أنت لا تزيد. يا أخي خليها على شهرين، هات 500 يفضل 500، خليها على 3 أشهر، تيسير. وهذا يؤكد أن الطرف الآخر يريد السداد، يريد السداد. وفي الأخير قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فبعض الناس يعتز بالنسب وينسى العمل، ثم تتفاجأ أنه يتكئ على هذا النسب فينعكس عليه عدم استجابة للشرع وعدم الابتعاد عما نهى الله عنه. فهذا النسب لن يسرع بك إلى الجنة أو إلى طريق الحق. نعم، ننتقل إلى باب جديد. نعم. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. طبعا حقيقة وفي رواية ما شاء.
يعني شوف طبعا اللي شايفني الآن قاعد بشرب في مي، فكأن أشرب بالشمال، ترى معكوسة جانبيا يعني. فهاي المساوئ هاي يعني هاي فضيحة. يقول لك الشيخ بيشرب في الشمال قاعد الصورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللي بتصور من أمام تنعكس إيش الصورة جانبية. تنبهت أنا قبل كم من يوم. فبالتالي يعني هذه من مساوئ التدريس عن بعد، عشرات الشيخ المساوئ. واضحة واضحة من اليمين ولا واضح ولا شو الشمال مبين. واضحة والله هي مبين من الشباب الله يحفظهم. ماشي انت ما شاء الله واضح، بس احنا مش واضحة. فالامر الاخر اخواني في الله، الشفاعة، الشفاعة ما نسميه بالواسطة، ان تكون سببا في قضاء حوائج الناس، ان تكون سببا في تحصيل الخير للناس، أن تكون سببا في دفع الشر عن الناس، بمعرفة من له صلة بهذه الأمور. هذه الشفاعة، فعندها تحصل هذا الأجر. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وحقيقة من العجائب أنه بعض الناس تتفاجأ فيشفع لفلان ويشفع لفلان لفلان، فيتصل بمجموعة. يعني خلينا نحكي على الأضحية، والله يبقى في عندي شخص بحاجة للحمة، لا ذبح ولا إيش ولا بتدخل عليه اللحمة، طيب جزاك الله خير، بيحكي مع 10، فالعشرة بيجيبوا لهذا الشخص. وعلى ذلك في ناس ما وصلهمش ولا كيس، فكيف وصلت لهم 10 انت؟ فبطلت شفاعة حسنها، صارت شفاعة في غير مكان. وهكذا في أمثلة كثيرة. طيب الأمر الآخر، موضوع الشفاعة هو خير تريد أن تنقله إلى غيرك، لكن ليس لك قدرة عليه فتحتاج إلى معاون، أو لك قدرة عليه لكن هذه القدرة تجعلها في مكان آخر، وتجعل عن طريق آخر أن يصل إلى هذا الخير. وحقيقة هناك حديث عند أبي داود مخيف، والشيخ الألباني يصححه، قال: من شفع فشفع فأهدي فقبل فقد أتى بابا من أبواب الربا. كيف؟ أنت تواسطت، واسطتك مشيت، فأجى الشخص قدم لك هدية فأخذت أكلت أبواب الربا. يعني معقول يسوي لها الشغل وما عطوش إشي؟ آه معقول، هاي حقوق عباد واجبات عليهم، ما بصير تعطيه شيء. طب خلينا نغدي نعشي، طب بينكم غدا متبادل؟ لا ما في، معناته هذا لا يجوز، لا يجوز تعزموا على الغداء. لو كان الغداء أثناء اليوم، لأنه صار عندك في البيت وقاعد بالساعات هذا موضوع ثاني. هذا أي شخص بيجيك سواء شفع ولا ما شفع بدك تضيفه، قاعد عندك بالساعات معقول ما؟ لا لا. فهذا الشيء اللي بيقع فيه الناس في هذا الزمان، وبعض الناس لابس لها العبي، يلبس العباءة. طفل فبعض الناس تجده
فبعض الناس تجده يلبس العباءة، وبعضهم يكتب إعلانات أني أمشي في حاجة الناس، واللي أموره مش ماشي يراجعني ويتكسب، وهذا آكل للربا، هذا آكل للربا. حتى في واحد مسوي مكتب، ايش بدك؟ عطوة؟ سجن؟ داعس عندك؟ قتل؟ مشاجرة؟ هديك عرض؟ احنا بنمشي لك فيها ومنجيب لك، بنمشي لك الامور، بس ايش؟ لا تنسى الهدايا. او انه ما بصرح، بطلع عشان تكون دافع له. واذا الشغله بدها جلسه بخليها ايش؟ جلستين، عشان الجلسه الثانيه برضو ايش؟ واذا بدها جلستين بخليها ايش؟ خمسه. وكله اكل حرام والعياذ بالله. وبيستغل النفوذ. وبعض الناس حقيقة وصل لي خبر العكس، انه بيدفع من جيبته لقضاء حوائج الناس وتمشية الشفاعة الواسطة. هو بيدفع من جيبته، يقول لك انا محتسبها لوجه الله، مع انه هذا قليل بس موجود. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك عمليا مع بريرة. فبريرة كانت أمة تباع وتشترى، فأصبحت حرة. والأمة إذا أصبحت حرة فهي مخيرة أن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه، لأن زوجها عبد يباع ويشترى. فعندما أصبحت حرة أرادت أن تترك زوجها. إيه؟ طبعا الحساب طول النهار النسوان يقول لنا جيزان ان احنا بنحبكم وما بنستغنيش عنكم واولادنا، وقت الجد شو مالها؟ تركته. فاصبح مغيث يمشي في الشوارع وراءها يبكي، حتى بل لحيته وهو يقول يا بريره ارجعي الي انا زوج اولادك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والعباس فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن كره بريرة لمغيث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، رأى عليها قال يا بريرة هل راجعته أو لو راجعته؟ فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ لأن الأصل في الأمر المجرد على القراءة أنه يفيد الوجوب. قال إنما أنا شافع أو أسفع. قالت لا حاجة لي فيه، ما بديها. وأنت مش راضي تتجوز عمرتك، يعني على أساس أنك إيش مجعل لها إيش ود وخاطر، وهي وقت الجد إحنا نحكيش عنك أنت بشكل عام، وقت الجد بتخلعك. واحد قبل ايام بحدثني قال لي اختلفت انا والمرأة، انا وزوجتي في البيت وصفعتها، غلبتني كثير، نصحتها بينت لها. فاذا باحدى النساء تلعب في رأسها، اذهبي إلى حماية الأسرة. قال فذهبت وأخذت معها تقرير طبي. هذا التقرير الطبي أي واحد بروح بجيب؟ راسي بوجع، بطني بوجع، إيدي مخلعات، أعطوها إيش؟ تقرير. قال فذهبت فأتت بتقرير طبي وهو كذب وزور، والصفعة التي صفعتها لا صلة لها بهذه التقرير. فطلبوني فذهبت، فعندما ذهبت وضعوني في السجن مباشرة، مباشرة وضعوا في السجن.
ومكثت 4 ليالي، ثم بعد ذلك خرجت، ثم تدخل أهل الخير ورجعت في بيتي، فماذا تنصحني أيها الشيخ؟ قلت: اصبر اصبر، وإذا أتيح لك بعد ذلك زواج تزوج. وعندما رجعت عنده في البيت تمتنع من النوم معه، بس ايش؟ عنفوان، فليس لك ان تضرب مره اخرى، وانما هذا ضريبه الزوج الواحده، لو الذراع ولو بعد حين، ولا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال، هذا هو حديث بريره. الان بعدما ذكر الشفاعة وقضاء حوائج الناس، ذكر الإمام النووي أعظم شيء وهو الإصلاح بين الناس. لما؟ لأن المسلمين ما بهم وحدة واحدة، إذا حصل هناك خلل وفرقة فعندها يهلك المجتمع كاملا. نسمع الآيات والأحاديث في هذه المسألة. إحنا قرأنا حديث بريرة أحمد، يلا البادي. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بس اسأل نفسك إيش دورك؟ هل تتصدق؟ هل تأمر بالمعروف؟ هل تصلح بين الناس؟ ولا ما في خير من الكلام السر اللي بينك وبين الناس؟ نعم. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني ما بينفع تقول أنا ماليش دخل، جاءني أو سمعت عن إشكال بين 2 من طلبة العلم وكلاهما من أهل الديانة، لكن حصل بينهم خلاف على مسألة دنيوية، يعني بيع وشراء، فأكرمني الله وتدخلت، وكلاهما أهل ديان. أهل الديانة التفاهم معهم سهل، لكن العوام أنا في العادة أرفع يدي، لا فائدة منهم إلا أن يشاء الله. فتكلمت مع الأول وتكلمت مع الثاني، فكلاهما أبدى استعدادا إلى المصالحة، يعني كأنهم كاينين يستنوا واحد يصلح بينهم بس مش لاقيين. فقررنا الاجتماع، فاجتمعنا وتكلمنا في الموضوع وتعاتبوا، ثم بعد ذلك بفضل الله أصبحوا مثل السمن على العسل. وقبل الكورونا طالعين عمرة مع بعض، سيارة خاصة وما شابه، الحمد لله بفضل الله. إصلاح بين الناس، إصلاح بين الرجل وزوجته. يعني الشيخ الألباني صار عنده مشكلة في بيته، فمين الشيخ الألباني مع زوجته؟ فتدخل الشيخ أبو اليسر رحمة الله عليه أيامها، والشيخ الألباني بده نعم بده، لأنه المؤمن قوي بأخيه. فأحيانا في بيتك زوجتك ما بتسمع لك، بتسمع من مين؟ من الخارج، فتحتاج إلى آخر يساندك ويساعدك. إخوة متخاصمين كلاهما أهل ديانة يحتاجون إلى طرف من الخارج، فهذا معنى فأصلحوا بين أخويكم. نعم نسمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم من تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، كل ذلك صدقة. نعم أيوة. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس،
فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: دعني الحرب أو الإصلاح والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها. إذا هذه أشياء يجوز فيها الكذب، لما؟ للإصلاح بين الناس. فاثنان متخاصمان وكلاهما يشتم الآخر، فيحرم عليك أن تنقل هذه الشتيمة، وإنما أنت مطالب بالعكس. هو يشتم وتقول فلان ذكرك بالخير، صدقني طول ما احنا قاعدين ويمدح فيك هذو ايش يشتمك، هذا هو الإصلاح بين الناس. لا والله هو بصراحة يعني اللي حكى عنك 10 أخطاء وخمس محرمات، انت مجرم، انت سهيك افسدت بين المسلمين. وهذا حال اللي بيستنجد في مين؟ في العوام اللي بيساووا حالهم لابسين والله لو تحكي مع فلان كذا يجي واصابك فيه راح احكي له، بيساوي لك مشكله وهي ما في مشكله. الحق مش عليك، الحق علي انا اللي ايش يعني طلبت منك المساعدة ووضعت يدي في غير مكانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحال في الحرب، والرجل مع زوجته. المرأة إخواني في الله أهم شيء في حياتها إشباع العاطفة، وهذا التغزل. إذا حطت لك أكل ومش عاجبك الأكل، اللهم بارك الأكل ما أزكى، ما بصير تقول لها والله ما بتعرف تطبخي. يعني إذا حكيتها أنت غلطان، واستغفر الله. وكذلك إذا إيش في جمالها أو شكل، اللهم بارك هذا الجمال، و و و و و و و فهكذا المرأة تحتاج دائما إلى مدح. إذا أعدت الطعام تمدح طعامها، إذا لبست لك تمدح لباسها، إذا تزينت لك تمدح زينتها، إذا مدح مستمر مستمر. نعم نسمع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. يعني هون ما بصير تحلف إنك ما تعمل الخير، أنت قاعد. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير. نعم طبعا يستوضع أن يطلب منه أن يخصم له من الدين، وخصوصا الآن في زمن الكورونا، من أكرمه الله عز وجل واستطاع أن يخصم أو أن يحذف فليحذف. فالناس عاشت فترة ضيق، وبالتالي من استطاع أن يعني ينزل من دينه على الناس يخصم يسامح، وأن تصدقوا خير لكم، طب فنظرة إلى ميسرة. فهذا إخواني في الله يطبق هذا الحديث. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم بأناس معه، فحبس صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. استنى أحمد انظر، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، يعني في الإصلاح بين الناس قد تتعارض مع صلاة الجماعة، لكن إذا طلعت شماله أنت قاعد بتخرب اللي بنيته، فأنت معذور في ترك الجماعة.
شوف لوين أنت معذور في ترك الجماعة. نعم. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحال بالصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليه؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا إذن من أسباب أو من الأعذار في ترك الجماعة الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس من الأعذار في ترك صلاة الجماعة. فانظر إلى عظم، وهذا حقيقة معنى حديث لولا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت بأن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم بالناس، ثم أخلف إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. طب هو متخلف عن الجماعة عليه الصلاة والسلام، متخلف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بولاة الأمور. طبعا هذا الحديث بيحتاج في توسع في هذا الزمان، إنه إيش صار كل واحد حارس أو كذا بده يصلي جماعة ويكون في المسجد. يا أخي الأمر مش لهالدرجة، أنت بإمكانك تصلي وتجمع بين الخيرين، صار شيء اطلع من الصلاة. أما تجعل الصلاة قائمة وما بدنا نصلي جماعة، يعني لا حجة في هذا الحديث. على كل حال، نسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن كان عنده سؤال أو استفسار فلنستمع له، والله الهادي والموفق. في أحد عنده سؤال؟ السلام، تفضل يا شيخ. ما حكم صلاة التباعد؟ هل تعتبر صلاة جماعة؟ وإذا ما بتعتبر صلاة جماعة، فهل تبقى الصلاة في المسجد واجبة؟ وما حكم الشخص اللي يقول مثلا أنا بصلي جماعة مع أهل بيتي على المضمون وخلص مش راح أصلي في المسجد؟ يعني مع الدليل يا شيخ في المجال الله يوفقك. لا، الدليل هو أولا الأصل في المسألة أن الصلاة في المسجد وردت فيها نصوص كثيرة تأمر بصلاة الجماعة في المسجد، وبالتالي تبقى على الأصل، ولا يمنع هذا الأصل التباعد. فهذا التباعد بين المصلين خطأ ومحذور شرعي، لا يمنع أصل الصلاة ولا الجماعة. ودائما ما الفرق بين صلاة المنفرد؟ لأن بعضهم يقول هذا مثل صلاة منفرد خلف الصف. ابن القيم ذكر ذلك الضابط في إعلام الموقعين عندما قال: العبرة عند تكبيرة الإحرام أن يكون هناك في الصف معك آخر. فعند تكبيرة الإحرام معك حدا في الصف، فأنت الآن لا تصلي منفردا، وبالتالي أنا في الصف معي آخرين، فهؤلاء لكنهم متباعدون، فهذه الإساءة جاءت للتباعد. وبالتالي رجعنا إلى الأصل، وهو وجوب شهود الجماعة ووجوب أن تؤدى في المسجد، ودخل عليها محذور. هذا المحذور أولا
هو ليس بإرادتنا وإنما هو رغم أنوفنا. الأمر الثاني أني أستطيع أن أتجاوز هذا المحذور مع بعض الإخوة أصحاب الديانة والاستقامة، فأصلي ويحصل بيننا التراص حتى لو كان العدد قليلا. الأمر الثالث أن خلو المساجد من هذا الصنيع مدعاة إلى، يعني بمعنى شهود الجماعة، مدعاة إلى التكاسل في صلاة الجماعة، وينعكس على الأولاد والذرية، فيعتادوا الصلاة في البيوت ثم يتكاسلون عن الصلاة نفسها إلى غير ذلك من المحاذير. فبالتالي وجوب شهود الجماعة حتى لو كان هناك محذور. أما الصلاة في البيوت فهذا يعطل النصوص الآمرة بصلاة الجماعة في المسجد. والأمر الآخر، هناك وقت العمل في النهار، وزوجتك قد تحيض في فترة من الفترات لا تجد، ثم يألف قلبك، ثم بعد ذلك لا تشهد الجماعة، ولا ينضبط أيضا في وقت صلاة الجماعة، يلا نقوم نصلي، يلا شوي بس أخلص الطبخات، بس أساوي الأبصر إيش، الولد طالع الولد نازل، هذا عايشنا أيام الحظر. فكنت أحيانا عندما أجمع الأولاد أمكث نصف ساعة بعد الأذان وأنا أجمع بهم، ثم بعد ذلك أصبحت أبدأ بجمعهم قبل الأذان. حتى هذا بده يتوضأ، هذا حشر الآن بتدخل على الحمام ونام، هذا الله يرجع المساجد. فهكذا الحمد لله. نعم، غيره في حد سؤال ثاني؟ على الأونلاين. شيخنا الله يحفظك، رجل دخل في صلاة الوتر على أن يصليها 3 ركعات، فعند يعني فما ركع في الأخير، ايش هو؟ يعني كسلا، لا ما بصير، يعني هم ما بصير، ما دام انت دخلت في الصلاة بنية ال3 ركعات ما بصير تغير نيتك. والقول أنه يجوز من الأعلى للأدنى ومن الفريضة إلى النافلة، لا، إنما الأعمال بالنيات، لا يجوز أن تغير نيتك. وهذا يذكرنا ببعض الناس بس يريد يطوف بالكعبة فيقول والله أنا طبعا ناوي 7 أشواط، خليني بس وقت الجد صار بده إيش 3 أشواط. لا طبعا، لا تقاس عبادة على عبادة، نعم لا قياس في العبادات، هذا حج وهذا يعني صلاة، لكن هذا من باب ما يسمى بالاستئناس والأشباه والنظائر، وهو ليس بحجة بنفسه وإنما هو للتقريب ليس أكثر. فرجعنا إنه إنما الأعمال بالنيات، هذا أنت مطالب بالعبادة كما نويتها. أما إذا حصل عندك استئناف اخرج من الصلاة ثم كبر تكبيرة الإحرام من جديد إذا طرأ عليك طارئ، ولكن إذا لم يكن هناك طارئ فقد وقعت في إبطال العمل، ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، في سؤال تفضل. كثيرا نكون مجتمعين في مناسبة معينة وهنا من الرجال والنساء وتحضرنا الصلاة فنصليها في نفس الجمع، فما حكم الصلاة؟ هل تحتسب من الجماعة أم أنها غير صحيحة بالرغم أن هناك مسجد بالحي؟ نعم، لا يجوز في السؤال أن تجعل خيارات للشيخ، هل هي صحيحة غير صحيحة جائز، يعني ضع دائرة يا شيخ حول الجواب الصحيح. يعني هذا أسلوب السؤال، يعني ينبغي أن تسأل ما حكم الصلاة، أما لا تعطي الشيخ خيارات، ضع دائرة حول لفظ الجواب الصحيح فيما يلي. فهذا الأسلوب جزاك الله خير، لا تكرر هذا الأسلوب سواء معي أو مع غيري. الأمر الثاني أن هذه الصلاة صحيحة وهي في جماعة، وإن شاء الله أنكم مأجورون، ولكن هذه لا تسد عن صلاة الجماعة في المسجد، فمن كان يستطيع الذهاب إلى المسجد فهذا الواجب عليه. لكن في بعض الصور قد تكون معذورا، بمعنى أنك أنت في البيت وإذا خرجت فسوف تدخل حرج على الشخص الذي يزورك وحرج على أهل بيتك،
فتضطر أن تصلي مع هذا الشخص في بيتك جماعة. أو حالة أخرى من الحالات أن كان هناك جمع كبير، فإذا ذهبت أنت إلى المسجد فلن يأتوا معك ولن يصلوا جماعة في بيتك، فعندها المصلحة العامة نعم أنت معذور في ترك الصلاة في المسجد وتصلي بهم جماعة من باب تشجيع الناس وتأييدهم ومناصرتهم، مثل حقيقة صلاة الأفراح. صلاة الأفراح أنت نشيط، المسجد بعيد عنك 500 متر أو كيلو، أنت ربنا معطيك قوة أو سيارة أو تستطيع أن تذهب، لكنك تعرف أنك إذا ذهبت لن يلحق بك العدد المطلوب، لكن إذا أذنت وأقمت وصليت في صالة الأفراح فيصلي عدد كبير. وهذا يذكرنا أيضا في الحج، قلنا لا قياس لكن من باب الاستئناس، وهي مسألة في الصلاة، أنك إذا كنت مع مجموعة مرشد أو ما شابه وفي صلاة الظهر، الأصل أن تذهب إلى مسجد نمرة وتبقى هناك ثم تصلي، ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر تدخل عرفة. نعم كلام صحيح، لكن أنت هنا مع مجموعة، معك 100 شخص، إذا ذهبت فلن يذهبوا معك، والأمر الآخر لا يحسن الصلاة من غيرك، لا جماعة ولا خطابة، فماذا تفعل؟ صلي في إيش؟ في الخيمة معهم. الأفضل الآن في حقك أن تصلي أين؟ في الخيمة، وليس أن تذهب إلى المسجد. لما؟ لإعمال المصلحة العامة. هذه ملحظ دقيق يخطئ فيه كثير من الشباب المتحمس، أنا أترك الصلاة في المسجد. طبعا أنت معذور، ترتب على عذرك أنك نفعت 100 شخص، فالآن النفع ل100 شخص مقدم على حضورك الصلاة في مسجد نمرة. وهكذا فيما نحن فيه. نعم، حدا ظل عنده سؤال؟ تفضل. يا أيوه. دائما الوتر يصلى بالشهود واحد. الوتر ايش؟ يصلى بالشهود واحد. لا الوتر يعني مش فاهم، يعني يعني الركعة ولا الثلاث؟ لا يعني لو ركع 3 5 7 كلهم يصلوا بشهاد واحد. لا، في بعض الصور فيها تشهدين، مثل من يصلي 9 يجلس عند 8 ثم يقوم ويأتي بركعة، صار في تشهدين. نعم تفضل، هناك الجالسين عندنا. كيف الوقت بين الشفاعة وحديث انه من أخذ هدية، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنع لكم معروف فأكرمه؟ نعم، هذا لا يسمى معروفا، لأن هذا واجب عليه، فهذا واجب عليه أن ينقذك من الضيق الذي أنت فيه. أنت بحاجة إلى هذه الواسطة وهذه الشفاعة حتى تحصل حقك، فبالتالي هذا لم يفعل معك معروف، هذا فعل الواجب عليه. والأمر الآخر، القاعدة، الجواب الثاني لبعض العلماء، أن هذا عام مخصوص بمعنى مستثنى، لكن الجواب الأول هو الأقوى والثاني مقبول. نعم، هل بقي أحد عنده سؤال؟ والله الهادي والموفق، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.